السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحة؟ كلشي بخير؟ كنتمنى القصص اللي كنكونوا كنقدموا يعجبوكم، وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنساوش تدعموا القناة بلايك، وكنحبكم يا أحلى متتبعين. السلام عليكم من جديد، وغدا نبداو قصتنا اليوم وكنتمنى تعجبكم. حليت عيني على صدمة، ما شعرتش براسي حتى بديت كنغوت لربي اللي خلقني. حنا جات عندي جدة كتجري، مديت ليها ايدي وقلت اش هادشي يا حنا؟ وقالت بسم الله عليك بنيتي، انتي في عار الله. شافت لي في ايدي اللي كنت مادهم ليها وقالت هاديك غير الحنة، درتها ليك فاش كنتي ناعسة باش يحن عليك الحنان المنان. الحنة حنة كنتي بعدا ديري غير دويويرة خويات طليصة حنة وهابط على الدفار، اش غيقولوا عليا في الخدمة؟ زيادة على رابحة الحولة وقاع الكاس يزيدوني الحنة العنشة. خديت ايدي وبدات كتقشر فيها ببرود وهي فرحانة وقالت الله شوفي كي خرجات حمراء تبارك الله، كيقولوا البنت الا خرجت ليها الحنه حمراء ما يدور عليها العام حتى تكون في دار راجلها. قلت حنه واش كتنزي عليا؟ راه اللي غيشوفني بهاد الحاله غيهرب بلا فران، خليني نوض الله يحن عليك لا يوليو مجرين عليا من الخدمه ونولي لا خدمه لا ردمه. ما جيت فين نوض حتى بحال لا صعقني الضو من اللي شفت رجليا. حنا حرام عليك حتى رجليا، قالت بلاتي نشوف كي خرجت كحلة تبارك الله، كيقولوا بنيتي يا هناء. البنت اللي كتخرج ليها الحنة كحلة ما يدور عليها شهر حتى تكون في دار راجلها. نط وانا شداني الدوخة، طلع لي التونسيون ولا ما عرفت نزل، ولا يكون كيشطح كاع مع ظهري العوج ماشي بعيد. مشيت للحمام وبديت كنشوف في المرايا وكنشوف حالتي اللي ما تبغيهاش العدوك، وجهي صفر تقولوا داخلاني الموت، اما عويناتي شادين القنت تقول متكين على بعضياتهم، وباش ما يبانش عيبهم غطيتهم بماكسس انضادر قاع الكاس اللي معقلتش من إيمتى وأنا دايراهم. ماشي بعيد نكون زاديت بيهم، المهم وجهي ماشي جديد. جديد هو هاد الكارثة ديال الحنة، بديت كنحيد فيها نحيد ونحيد، الجلدة تحيدات وهي مازال كارمة ما ساليت حتى وصلت بلاتي نشوف شحال الساعة. ولا حنة سعود اليوم يجريو على جدي، قالت ليا جدك جراو عليه صحاب الحال شحال هادي، عارفه حنا ما كتقاداش داكشي علاش ما جاوبتهاش. وكملت الباس ديال حوايجي في الطريق، اما واحد الطوبيس شايل لا هم ولا يدريس ربع ساعه وانا كنتسنى بحال عروسه، والا ما تقاتلتيش وما تحاربتيش والله فيه لعفطتي. هذا هو صعب المنال ديال بالصح. شبعت احضان هذا الصباح، جاب الله جيت وسط العيالات. المهم ايوا يلا دي مرة الطوبيس وفات المحطة الاولى بشوية وهو يخسر. يلا زيدوني عشقا زيدوني، لا بلاتي نعاود الجملة الاخيرة زيدوني نحسا زيدوني. والنحس الكبير هو من اللي قلت لراسي هنا ما تطلعيش في الدروج، طلعي في لاسانسور كفاية معاناة، وداكشي اللي درت. وانا كنتسنى حدا السانسور وانا نسمع شي صوت مورايا، دخلي يا بنتي اقع الكاس دخلي. تفو على حالة، تفو على ظهر، تفو على حياة. ما احتاجيتش ندور، الصوت كان مولاه هو المدير، ومن الريحة المجهدة اللي كترافقه كانت معاه زوجته الحانون. تحلات الباب ودخلت
وكأنني داخلة إلى حبل المشنقة. ما قديتش نقلب وجهي للباب، بقيت رادة للحيط. على الله اتشق نعلق. قال عشنا وشفنا حتى ولينا ندخلوا مع الموظفين. ادويق على الكاس، ادوي الكافرة بالله. قلت استغفر الله ليا وليك والمدام الشاف، والله كنت عرف اش داز عليا البارح، والله تيضرك خاطرك الصاد الشاف. حنا البارح توفاتها المنية والتحقت بالرفيق الأعلى. قال آه على بالسلامة، انتي شحال عندك من حناك؟ إلا كان عقلي ينفعني وحسابي هو هذاك، هادي 17 ولا كذبت؟ قلت لي لا هادي 28 في الترتيب ديال عريسات جدي، ولكن كيف ما قلتي هي 16 في التوديع. وهزيت كفوفي للسما، الله يرحمك حنا، الله يرزقك الجنة حنا، كنتي انتي فيهم الحنينة عليا لما مشيتي وخليتيني يا حنا. وبديت نتنخصص عليهم تما، وهو يقول وزيدها بالحنة من فوق وتطليصة، واش في اخبارك باللي ممنوع الحنة في الدومان ديالنا؟ قلت لي ورا الشاف قال ليك اللي كانت عزيزة عليها المرحومة تحني إيديها باش يحن عليها الله حتى هي. وهي تقول مراتو باركة شوف البنت مسكينة كي كتخصص، صافية قاع الكاس طيبتي لنا قلبنا. شير لمراتو وقال انتي اللي دسرتيها عليا انتي. وهي تقول مراتو شحال من مرة قلت ليك هاد البنت عندها مستقبل زاهر وغادة تمشي بعيد، وعمر إحساسي ما خيبني. وبسقات في صباحها ودارت كروة في السانسور، وهي تقول ها هي قاع الكاس فين علمتها ليك، ما نرتاح ونتهنى حتى نرجعك انتي سكرتيرته. طبعا نظرا لجمالي الأخاد ونظراتي الفتاكة قال هي بغيتينا مادام نديرو فايت. وبداو كيتغنوا في الهضرة، وانا وصلت الطاج ديالي ونزلت وخليت صوتهم واصل للسماء. دخلت البيرو ديالي اللي كنت مشاركة فيه أنا وضحى، ولقيت السيدة خدامة على الشاط وضحك وتكركير. على فكرة أنا خدامة في شركة ديال الإلكتريسيتي، أي حاجة فيها الضوء وفيها سلوكة احنا كننبشو فيها. قالت ضحى قاع الكاس صباح الخير، انتي فين صابحة؟ في كوميسارية. هاي 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 على الحناني والقلب هاني، ياك ما دبرتي العفيريتا على شي قاع البراد. قلت لا واه صباحة في عزو، تو على صباح كي داير باين النهار كي غيطلع ملي صبحت على الضبع. لقب سيادة المدير. قالت ما تقوليهاش المدير، قفرتيها الساطة. قلت عارفة جاب الله كان فاطر عند نسيبته ومفطره بالبيض والخليع. قالت كي درتي عرفتيها؟ قلت سنانو يعطيوك الخبار وريحتو تعطعط. اجي شحال دابا الساعة؟ قالت العشرة. قلت ليها هي دابا جوج في دبي. لا ناري بقات دقيقة المقابلة. وهي تقول لي الكورة. قلت ليها لا واه تبوريدة لونتروتيان هاد الدقيقة ما تحليك حتى جوجل مع هاد الكونيكسيون ديال الزفت. بقيت كنضرب ونتقاتل، راه حلم حياتي في هاد المقابلة باش نخرج من هاد القهرة اللي أنا فيها. شعككت وتشنتفت تعصبت أحرقت ونشفت، وأخيرا شد وحيدت النظاظر ديال قاع الكاس باش ما يبانش عيبي من الأول، وقررت ما نشوفش فشكون اللي غادي يدوز ليا هاد المقابلة أنفاس. بديت كنشوف في السقف يالله باش يبانو عينيا مقادين ونبان كنشوف فيه، خدكم ما حولة مع كامل الأسف، وركزت فقط على السمع. كان الحوار بالإنجليزية وخدكم مزطة فيها راسها. إيوا وبدات المقابلة، هما كيسولوا وأنا كنفسر ونعبر ونتفلسف ونشرح بإيدي
وما إلى ذلك. قالت ضحى: مع من كتهضري يا الشيخة؟ قلت ليها: شت. وهي تقول: انت عندهم شيخة امرأة محترمة، ولكن واش كدوزي اونتروتيان مع شبح؟ حيدت عينيا من السقف وشفت في البيسي، لقيتهم قطعوا عليا ولاد الحرام، ما عرفت من ايمتى. حسيت بالحقرة وشدتني البكية. وهي تقول ضحى: ولا ما غاداش تبكي ياك. جات حطات ايدها على كتفي وهي تقول: وصافي يا قاع اهناء، ما عندك ما ديري برا، ابقاي في بلادك مع الناس اللي كيبغيوك. قلت: الناس اللي كيبغيوني؟ انا حتى شي حد ما كيبغيني في هذا الدنيا، وحتى من والديا مشاو لبرا وخلاوني مع حنا، وعمرهم ما سولوا فيا. وهي تقول: وحناك مالها ما كتبغيكش؟ قلت ليها: شوفي ايدي حنات ليا وانا ناعسة باش نتزوج ونعطيها اتساع شوية. وهي تقول: ولا واه، باغا غير مصلحتك وباغا تشوفك فرحانة. والله لا عندها الصح، خاصك تزوجي وتبغي شي راجل باش ينسيك همومك شوية ويجيب ليك هموم جداد. قلت ليها: وشكون هذا اللي غيبغي يتزوج بوحدة حولة ودايرة نضادر وقاع الكاس، وأهم حاجة مغناطيس النحس والبلا في مكان نجره؟ قالت: أعدى حاجة عندي هي عدم الثقة في النفس. مالك يا الهبيلة، أشنو لي خاصك؟ واش كتعرفي شنو هو الحب وقاع الكاس؟ قلت ليها: لا. وهي تقول: الحب هو العماء. قلت ليها: أه؟ لا بارك أختي عليا، غال حولية، اللهم عمش ولا عمى. قالت: خليني نكمل، العمى على جميع عيوب الشخص. قلت: الله ينجيني منه، أنا بعدا ظهري قبل ما يجيب لي شي حد في حياتي كيسبق لي عيبه هو الأول، كيقول لي ها ما تسواي. وحنا مازال كنهضرو حتى سمعنا التليفون كيصوني، كانت سكرتيرة المدير جميلة. قالت: قاع الكاس اتكلمي المسيو لو ديغاكتور، الضبع يناديكم. وهي تقول ضحى: الله يستر، هذا اش بغى، ما موالفاش ليه. وانا نقول: صافي انا مشيت فيها، الطرد هذا ما فيهاش. مشيت للمكتب ديال المدير على نغمات قلبي اللي كيزداح ويشطح ويردح بالخلعه. وصلت ودقيت، سمعته قال: ادخل. وانا ندخل جبهة الليلي هاليها كاينه موت وحده. كان جالس مع واحد الراجل كبير في العمر باينه فيه شخصيه. قال المدير: زيدي يا بنتي اقع الكاس، زيدي زيدي المصيبه اللي بلاني بها الله، جلسي. شاف الراجل اللي كان معاه ووجه ليه الكلام وقال له: شفتي سي عبد الصمد، هاد البنت هي اللي قالوا عليها قد البرة وفيها البلا، فين ما مشات تفرتكها. ماشي كانت غادة تفركت ليا الشمل على الصباح، ولداك الشي كيقولوا الباب اللي يجي منه الريح سدو. وشاف فيا وقال: سمعي يا بنتي يا قاع الكاس، ما عندي ما نخبي عليك، شاركتنا على حافة الإفلاس، عندنا العرض أكثر من الطالب، وكي كتعرفي راه ملي كيوصل راس الشهر كنقطع من لحمي ونعطيكم. وداك الشي علاش درنا اجتماع على الصباح انا واعضاء الاداره، وكان قرارنا كالتالي نقصوا من الموظفين. داك الشي علاش تم اختيارنا على اللي ديما كيجي معطل، وهندامو غير لائق وشكله غير جذاب وغير زايد. انا فهمت المقصود، ولكن الابطال هما اللي كيموتوا راسهم مرفوع. قلت لي: ماشي معقول غيجريو عليك انت. قال المدير: اشنو؟ قلت ليه: انت اللي ديما كتجي معطل، وانت اللي لابس سروال ليموني تحت سروال كومبلي سبايدر مان وما دارهاش الشاف، وانت اللي قرا وعندك زوج صغيبات كيدابزو فوق داك الراس، واللي بغى يهضر معاك خاصو مضلا باش ما يفزكش بالشتا اللي كتصب من درقوشك.
انت اللي داخل خارج وغير زايد، وما كيحملو حد، وكيطيح الضيم، وكيسد النفس. بردت غدايدي، وهو يقول المدير وشوف السي عبد الصمد القلت لحية كي دايرة. ياك الكافرة بالله، ما بقيتيش كتحتارميني. ايوا الا لا، تم اختيارك، انتي اللي غادا تغادرينا دون عودة. السيد بدا كيضحك وهو يقول ولكن بلاتي كي درتي عرفتيه لابس سروال اورانج؟ قلت لي وهو يقول المدير هادي راها نمسا، ما كاينش منها جوج. تقول ليك باش تعشات امك نهار ولادتك، الله يخليها سلعه، هي اللي سمات عليا الضبا وديما مخرجه عليا الاشاعات. خدمتها المتقونه هي اللي كانت كتشفع عليها عندي، ولكن اليوم ما كاينش اللي يشفع عليها على وجه البسيطه. وهو يقول السيد انا اللي غنشفع عليها، عجباتني وفيها كاع المواصفات اللي باغيها، هي البنت اللي كنت كنقلب عليها. قلت ليه شنو هو عاود الاخ اش قلتي؟ ولاني راك واحد الشيبه عاصيه كتار من هاد النعناع اللاوي، وشيرت للضبع. وهو يقول السيد لا بنتي ما تفهمينيش غلط، كنقدم ليك راسي، انا عبد الصمد عميد شرطة ممتاز. قلت لي ممتاز ومن بعد؟ وهو يقول جيت اليوم لهنا باش نناقش مع مديركم واحد القضية خدامين عليها هذه فترة، ديال واحد الخائن مغربي بغى يستولي على ممتلكات هاد البلاد، وبغينا نشدوه بالجرم المشهود، بغينا نزرعوا ليه كاميرات في دارو، وهاد شي من اختصاصكم، وعلى هاد الشيء خاصنا شي شخص مختص في هاد الشيء وما يتشكش فيه. وفي نفس الوقت حيت هاد الخائن للاسف ذكي الواحد الدرجه ما كتصورش، وكنظن انتي هي هاد الشخص اللي كيناسب هاد المهمه. قلت اسمح لي يا سي عبد الصمد نقول لك باللي غير كتضيعوا وقتكم، حيت هاد الخائن الا ما شفرش غيشفر واحد اخر، حيت مع كامل الاسف هاد البلاد بحال لعنه ابليس، الشفاره والخوانه فيها عمرهم يتقاداو. وبيني وبينك انا ما مستعداش نضيع وقتي على تغيير اسم ديال السارق. وهو يقول السيد فخبارك بلادنا عمرها ما غتزيد القدام بهذا التفكير المنحط اللي عندك. قلت لا، هذا تفكير عملي ومنطقي، واش البلاد اللي وصلت حتى لهذا الوقت اللي احنا عايشين فيه دابا، ومازال الناس كيعيشوا فيها بلا ماء وبلا ضوء، ومازال معولين على قنطرة المستعمر، شنو تفسير هذا الشيء؟ ضعف الميزانية مثلا، عندنا جوج بحورة واحتياطي مهم في الفوسفات، وزيد وزيد وما فيا اللي صدع راسي نزيد نفسر، راه كل واحد فينا عارف. قال السيد وشنو بنظرك نخليو البلاد تشفر وتضيع، واللي جاي يشفر ونقولوا ليه خود راه الا ما خديتيش انت غياخد واحد اخر، خود راه الناس صابرين وحامدين، واخا ما عندهم لا ما لا ضو، عندنا القنطره المستعمر شاده، نهار طيح نعيطوا المستعمر تاني نقولوا ليه عافاك اجي استعمرنا وبني لينا قنطرة أخرى، الله يخليك لينا، وحنا نربعو إيدينا ونتفرجو، أشنو بنظرك؟ هذا هو الحل أنيسة؟ قلت إلا ماشي حل، كنعترف. وهو يقول هذاك السيد وشنا هو الحل بنظرك؟ قولي. قلت ليه كنعترف خاصنا نشدو الشفار، ولكن راه كيتشد هذا كيطلع ليك واحد اخر، راه ما كيتقاداوش دايرين كي الزومبي. وهو يقول ما كايناش شي حاجه ما كتقاداش، كل من عليها فان، والا بدينا راه غنقصوا منهم ونقدروا نفرعوا الاخرين اللي جايين حتى نحدوهم، والله غادي يعاوننا حيت الله ديما مع الحق، والمحاوله احسن ما تربعي ايديك وتفرجي. شفتي سنغافورة كي كانت وكي ولات،
علاش ما يكونش حتى المغرب بحالها؟ قلت الهضره سهله، وهو يقول وحنا ما باغينش غير نهضروا، بغينا نخدموا. دابا واش انتي معانا ولا مع الخوانه؟ قلت مع غانا. صافي معاكم. قال السيد اوكي، هكا كيكونوا المواطنين. غتفضلي معايا باش نفسر ليك اكثر القضيه اللي حنا بصددها والخطه اللي غنطبقوها. قلت له واخا. وهو يقول المدير قاع الكاس، الا نجحتي في هاد المهمه تقدري ترجعي لخدمتك وراسك مرفوع. حياتي تقلبات راسا على عقب بسبب طردي من الخدمه وبسبب هاد المهمه الانسانيه الوطنيه المزعومه اللي ترتب عليها تنقلي من مدينتي سهلة لعاصمة تولوج إفران. من ديما كنت كنتمنى نمشي ليها، وكنت كنتمنى نولي بوليسية، ولكن ماشي بهاد الطريقة الخطيرة. ما عرفت نرجع حية ولا ميتة ولا معوقة كاع. المهم تصيفطت مع حنة اللي هي السبب، هي وحنتها في هذا الشي، ودرت ساكي في كتافي وتوكلت على الله. وقبل ما نشد الطريق عاود تلاقيت بالسي عبد الصمد اللي عاود شرح لي القضية ومدى الخطورة ديالها وأهميتها ومدى أهمية نجاحها، وشرح لي الصفة اللي غادي ندخل بها لدار المشتبه به. أما بقية الخطة بحالي بحالكم، قال لي كل شي غنعرفه في وقته. خايفين نحصل ونعاود كل شي، ولاد الهم كيعرفوا غا مصلحتهم، ما خافوش عليا وعلى الدق اللي غيجي فيا. المهم حتى الادوات اللي غنركب بهم الكاميرات هما غيصيفطوهم ليا من بعد، وبطبيعه الحال غيرافقني احد عناصر الشرطه حتى هو غيكون متنكر اللي غيمسك زمام الخطه، وما علينا غير ننفذوا الاوامر، وهو اللي غادي يتكلف بحمايتي كيف ما قال لي السي عبد الصمد. تقال له إن شاء الله. المهم طلعت في الكار اللي كان خاوي، أصلا هادي وقت البرد قليل اللي كيسافر، وكان المقعد اللي حدايا خاوي. طلقت فيه رجليا وتكسلت وداني النعاس. كنظن وصلنا لتيفلت من اللي حسيت بشي حد كيحركني، فيقي فيقي. حليت عيني بشوية وقلت راني مقطعة غاسر في حالك. قال لا باينة، واش انتي هي هناء؟ قلت اه. هنا تأكدت، وكان اللي كيهضر معايا راجل في مقتبل العمر. قال لي جمعي رجليك. جمعتهم. تقولي غدا لدار جدودك، معاك حمد البوليسي اللي غيرافقك في هاد المهمة. قلت اسمح لي ما عرفتكش، حالتك ماشي ديال بوليسي، كتبان بحال شي حرات ولا خراز. هو بالصدمة والتكبر وعجرفته وقال شنو هادشي؟ راه غير تنكر من أجل القضية. قلت لي هي كاين شوية تزين مخبي. السي أحمد قول لي اشنا هي الخطة؟ قال لي السي عبد الصمد غتقول لي كل شي. وهو يقول كل شي بوقته، حاليا غديري راسك خدامة وغتصرفي طبيعية وما تفكري في حتى حاجة، وأهم حاجة خاصك ديري راسك ما كتعرفينيش. كيهضر وحاس بجنابه، ما عرفت اش يسحب له راسه، غير هز زنافرو. ما جاوبتوش وحيدت عيني عليه وقلت الله يصبرني وخلاص. قال لي مالكي كتشوفي فيا؟ قلت لي ما كنشوفش فيك. وهو يقول الأخت حولها. قلت لي والأخ نابتة ليهتونيا في الموسطاش، مرضاش حيت أصبت الهدف. قال ماشي هكاك، غير حيت يلا كبرتو، المهم ماشي شغلك. يخ على حنزازة، يخ من داك اللي بدا كيبرقم، وانا دورت وجهي للطرف. تفو شحال تقيل على القلب.
المهم قبل ما نوصلوا للمحطة قال لي يا تبعيني. نزلنا من الكار وفي الدخلة ديال الإفران كان سم ديال البرد والديور قلال، شي جوج ولا ثلاثة اللي بانوا ليا قدامي ومفارقين بشحال مسافة ما بين الدار والدار، وبقينا غادين ومكنزين بالبرد حتى وصلنا قدام واحد الفيلا. واو شحال كبيرة، ناري شدتني التبوريشة، أما الخلعة له لا يوريكم اش دايرة فيها. كان في بابها واحد العساس، قلنا ليه احنا شكون واشنو مقصودنا، ودخل طلب الإذن وعاد دخلنا. وغير دخلنا حتى وساع فمي وبالدهشة، كانت جردة على قدها وعاد الفيلا الأسطورية. دابا هادشي كله حرام، خسارة. اللهم ارزقنا كما رزقتهم حلالا طيبا. وانا مازال كان سكاني بعويناتي حتى غطاهم ليا واحد الخير. ايش غنقول لكم، سلمان خان، عامر خان، عرفان خان، شاروخان، جمعوهم كلهم يعطيكم فورما وعضلات هذا السيد. عفت منه تزهق روحي الى بارئها، قال هذاك السيد انتما هما اللي صيفطاتكم للا صفية. قلت اه، قال حتى هو اه. وهو يقول السيد انتي محتاجينك، هو لا. وقال كنا باغين جاردينية ولكن التلج قريب يطيح، يعني ما غتنفعنا بوالو. واو عجبني فيه الحال، شفتي النفخة فين كتوصل. بلاتي ناري الى مشى راه غنمشي فيها بالمزيان. وداك الشي بلا تفكير قلت يحيد لكم التلج سيدي، ها العار لما خدموه راه ضريف ومعقول، الله يخلي ليك ما عز عليك سيدي. وهو يقول السيد بيناتكم شي حاجة؟ وريت ليه ايدي المطلصة بالحنة، مزوجين ويالله قايلين بسم الله. وجرات علينا المسخوطة ديال امو، وحنا مازال ما كملنا 7 ايام ديال الباكور. رحمونا، الله يرحم لكم الوالدين. كل شيء تصدم بما فيهم انا، ولكن هذا هو الحل الوحيد، يا نبقاو بجوج يا نمشيو بجوج. اما باش يمشي هو ونبقى انا كي موكا امبوسيبل، مستحيل. المهم بدا كيطلع فينا ويهبط، وهو يقول بلاتي تسناوني هنا. ومشى وخلانا بالي غيمشي حتى هو يتشاور. طز ابقينا هنا بحال لاعبين سوبر ماريو من ستاج لستاج، علم الله اخرتها فين غتوصل. قلت بالحس بس بس، عندك ما تنساش تكتب هاد المساعدة البطولية في الرابور. وهو يقول لي من بين سنانه تفو عليك، عقدتي الامور، دمرتي لي الخطة اللي كنت مجد لها، وكلت عليك الله. وبعد لحظات رجع وقال لينا تبعوني وخليو سكانكم برا، باينة غيت سكانا. المهم تبعناه ودخلنا الفيلا. يا الهي عمرني دخلت شي فيلا في حياتي، رجليا غادين وكيتعطروا ما موالفينش مساكن. دخلنا لواحد البيرو قدو قد الخلا، كان فيه واحد الراجل يكون 50 في العمر، هز تسبيح في ايدو وعندو طبعة ديال الصلاة في الجبهة والبراءة. أوه يا لطيف، مكسلة في وجهه. دابا هذا هو الخائن، أنا الخائنة إلى على هاد الحساب، أنا المجرمة، أنا الكافرة. أستغفر الله. كانت جالسة حداه واحد البنت تكون عندها شي 23 عام في العمر، زوينة، عندها واحد السالف ديال العودة. قال شنو سمياتكم؟ قال أحمد، سميتي أحمد وكيعيطوا عليا حميدة. شداتني الضحكة، كل شي بدا كيشوف فيا باستغراب، داكشي علاش داركت الوضع بالزربة. وقلت كنعيطوا ليه حميدة راس الميدة، وانا سميتي هنية وكيعيطوا ليا هناء.
قال لينا مزوجين، قلنا بزوج اه، وهو يقول وفين هو العقد ديال الزواج؟ قال لي حمد القاغيط مزوجين غاب الفاتحة، وانا نقول فقال لي يا تان ولدوا الولاد وندخلوا كل شي في الكناج تضيع علاش؟ قال لينا تضيع، وبدك يشوف حمد شي شوفات ديال باركة من تقولي، وهو يسولنا منين انتوما؟ قلت انا من اخر واعل، وهو يقول اخر واعل فين جات هاد البلاصة؟ قلت بين بني علاهم وبني بو حسان، وهو يقول والمدينة. قلت ليه هرمومو، قال هادي سمية مدينة، اشنو سمية المدينة اللي حداها؟ قلت ليه المنزل بني أزغى. انا عصبته مزيان، وهو يقول العمالة ديال المدينة الكالاخ، وانا نقول في خاطر صافي بارك عليه لي يولي مجرع لينا، اما انا فيا اللي يزين، وانا نقول اه كنا محسوبين على تازة ولكن ولينا محسوبين على صفرو، وهو يقول قولي من الاول صفرو علاش هاد الجباد كامل، المهم الا بغيتو تخدمو بجوج تاخدو خلصة واحدة. قال حمد اه سيدي الله يرحم الوالدين، غيشفر الملاير وغيعطينا خلصة واحدة، كون ما كانتش في حاجتي كنت فلت ليه على وجهه لاستغلالي لاخر، انا ما كرهتش يعاود يحلو تازمان مارت على وده وعلى ود اللي بحاله، يشفروا الدولة والشعب، بغيت ليهم موتة فرعون ويكون شي بركان وسط الماء يتسلقوا بالعرض البطيء. يا ربي الحبيب إلى ما استاجب لي. قال كي تجيكم البلاد؟ قال لي أحمد إفران ولا إيموزار، وهو يقول المغرب، وأنا نقول أنا العام زين عاش الملك، وبدأ كيشوف فينا وكيضحك، وهو يقول أديهم ياكلوا ووريهم في نباتوا حتى الغدا ويبدأوا الخدمة، وشوفوا نحصلكم ها ولا ها، ما تلوموا غير راسكم. وحنا نقول بجوج له لا يحشمنا سيدي، ودانا حسن اليد اليمنى ديال الرجل الشرير، وهو الراجل اللي دانا عنده في الاول باش نتعشاو في الكوزينة ومنها نتعرفوا على كاع اللي خدامين، من تما داتنا واحد الخدامة وراتنا فين نباتوا، كان في واحد البيت خارج الفيلا، وحنا يلاه بغينا ندخلو وهو يخرج منه حسن. غمزني حمد كون كانت شي ظروف اخرى كون دخت، اما في هاد الظروف فهمت قصده، دخلنا للبيت اللي كان قد البينتا ديال الوقيد، فيه حصيرة وشي كويشات، كنا شاكين باللي دايرين لينا كاميرا، والكاميرا خاصها تكون معلقة الفوق باش تشد كل شي، ولكن بما ان الحيط والسقف خاوي اكتشفناهم انهم داروا لنا مسجل في القنت تحت الحصيرة، طلعوهم أدبين زعما، ولكن هذا كيدل على اننا ما خاصنا نهضروا حتى شي موضوع مهم. درنا راسنا هبل تربح، قلت الله على بيت شحال زوين مفجج احسان من داك غار الفار اللي كانت فاضحانا بهمك، حميده دير عقلك وخدم من نيتك، راه هاد الخديمه ما لقاوش بحالها، وهو يقول ومالي كنضرب بالحجر، هنا غنوريك حميده راس الميدا علاش قاد، غنخدم وغندمر على ودك وعلى ود ولادنا اللي جايين، وغنبني ليك فيلا بحال هادي، لا واسعه على هادي بشويه. قلت لي بالصحة حموشتي، قال على رقبتي يا هنوشتي، وغندير لك جردة كبيرة عامرة نقار، ولكن غتبقى انتي هي نوارتي نور عويناتي، اجي يا هنوشتي اجي. قلت كحز كحزي، قال لي يا الفقيه باللي الا بغيتي تولدي راجلك ما خصوش يقيسك، وهو يقول وكي غديري تولدي؟ قلت هو اللي غيعطيني شي ما نتوضى بيه. قال لي ايوا على هاد الحساب غير ديروا خيمتكم وربي ولادكم مجموعين، والله هذيك المشعكه ونعاود نشوفك عفطتي عند داك الفقيه، يا تنعفط ليك على مصارنك.
وهاودني منك. أودي أنا اللي خليت بنت خالي اللي كانت غتسطع عليا مسكينة وديت سخط ميمتي وتبعتك يا سخط لك حل. قلت حموشتي، وهو يقول فوتيني عليك، ودار لي علامة أوكي دليل على انتهاء المسرحية، وكل واحد شد قنف، ولكن الكاشات اللي الكامل وحنا كنتجابدو عليهم. الليل طويل وما طلع النهار غير ب66 كشيفة، أما الجو سميقلي، احنا في سلا مولفين الدفا شهر واحد ما فيهش البرد، احنا في سلا مولفين الدفا في شهر واحد ما فيهش البرد ديال شهر 11 هنا، والعذاب يالله في بدايته، وحيت أول نهار ديال الخدمة ولعبة مازال في بدايتها ما تعقوش فينا يخدمونا في الدار. داكشي علاش عطاونا نصبنو الزرابي مورا الدار. قلت يا إلهي واش هذا هو عذاب الدنيا اللي كيعاودوا عليه، وهو يقول مازال ما شفتي والو، اجي باش غنغسلو هاد العجب. واش بجافيل؟ قلت لي لا واه ساني كروه، فين عمرك شفتي شي ضربيه غاليه كتغسل بجافيل؟ من غير الا بغيتيهم يغسلوك بالمقاطع تريكت الحصيره. دابا شنو كتحشي ليا الهضره؟ قلت ما كنحشي والو، شوف انا غنكب الماء وانت دوز الصابون، وانا غنشيف وانت تكب الماء، وانا غندوز الكراطه عليها وانت غتهزها في الاخر، اتفقنا؟ قال اوكي. قلت ما عرفت علاش كيغسلوا الزرابي في عز البرد، يا مكلخين يا باغين فينا الخدمه. الهضره دازت ساهله، اما التطبيق داز عسير وعسير جدا، وعلى انغام الماء البارد رقصنا رقصات متنوعة من الشعبي الخليجي ومن بوليود الهوليود ومن الهيب هوب الكيبو ومن الهيب هوب الكيبو. النهار ضيعناه غير فيهم وفشي تفرتيت ديال الصابون، ما استفدنا فيه حتى حاجة من غير درسنا الجهة الخلفية للفيلا. وصل الليل وقلبنا البيت ما لقينا فيه حتى أداة تجسس، واستغليت خروج حمد باش نفذ خطتي ضد البرد هذا الليلة، ومن بعد تنفيذها استلقيت في فراشي. قال جا وقال اش هاد الحالة دايره في راسك؟ قلت لي كي جيتك ماشي مثيرة. قال اش شنو؟ واش لبستي كاع الحوايج اللي جبتي معاك؟ لا ما يمكنش. قلت يس بيبي لدواعي بردية ولدواعي أمنية، وهو يقول كيفاش أمنية؟ قلت لي قالوا ما كاين راجل ومرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان، وأنا نخاف تهجم عليا، وأنا لازلت صبية جميلة في ريعان شبابي. قال لي في هاد القضية كوني متيقنة 100% عمري نديها فيك، واخا نبقاو غير انا وياك في هاد الدنيا. قلت لي نتمناو. اجي اجي حميده غطيني راه ما قديتش نهز ايدي، اجي اجي حميده غطيني راه ما قديتش نهز ايدي. ولاح عليا الكاشه بالنفخه وقال فين غنعس وانتي ناعسه في الوسط؟ قلت اه بلاتي، وبديت كنحاول باش نكحز، ولكن تقول ما خلانيش. قلت ما قديتش دفعني. قال لي غا قولي لي واش باغا تركبي فيا السكر؟ قلت لي وراه والله ما قديت، واش انا كرهت؟ وبدا تاني كيدفع فيا بالنفخه وانا كنغوت، المهم ما دفعني حتى شبعت فيه سبان. اما فاش صباح الصباح وليت كنطلب فيه ونزاوق يوقفني، قال وهانا خارج على ما تحيدي هاد التبهديله. قلت لي اجي فين غادي راه يدي ما كنقدرش نحركهم، تقطع فيا اللحم من الحكان ديال الزرابي البارح. وهو يقول واشنو المطلوب؟ قلت احشمت نقولها حيد ليا حوايجي. قال اشنو؟ واش شويه لاباس؟ لا
انا ما نطيقش باللي كاينه شي بنت عندها شويه ديال الحشمه تقدر تقول هاد الهضره. قلت لي دابا واش ما كتشوفش باللي غندوف في بلاصتي بكثره الحشمه؟ وزيد كمل عليا، واش انا قلت لك حيد لي حوايجي كاملين وغير الفوقانيين على ما نقدر نتحكم في ايدي؟ مال عقلك موسخ ولا عرفتي شنو؟ عيط الحفيظه الخدامه تجي تعاوني، بارك عليا من الدل. قال لي لا، ديك حفيظه هي شوها بايديها ورجليها، هزي ايديك. عمري تخيلت ندير شي حاجه بحال هادي في حياتي. يلا هزي، هانا غنحيد لك التريكو وجري ايديك. مال هاد الشي وحل؟ قلت اي قصحتين. قال تستاهلي، شوفي غنحسب واحد جوج ثلاثة وجري وعاونيني صافي. قلت ليه واخا ولكن غير بالشوية. صافي ما حيدنا دوك الحوايج حتى تحيدوا مني الكيلوات. يخ اللهم البرد ولا الحشمة والدل، ولكن هاد الحشمة لا تقارن مع الحشمة اللي جاية. فاش مشى أحمد مع حسن حيت بغاه، وأنا جلست مع الخدامات اللي غير شافوني بداو كيضحكوا يتغامزوا. قالت حفيظة هنا سعداتك بداك الراجل، الشقاوة ديالو بالليل والشقاوة بالنهار. قلت ليها اين شقاوة؟ قالت قلت الحياة يا العفريتة، ملي داز من حداكم حسن بالليل وهو يسمع غواتك قصحتيني غاب شوية ماشي من تما. وحتى على الصباح سعداتك بيني وبينك هاد البرد داكشي اللي يصلح لي. ما قديتش نرمش عيني من الصدمة، وما قديتش حتى نبرأ راسي. واه جاب الله في اخبارهم مزوجين، اما محاش نهز راسي من الارض، وحتى دابا ومحاش بكثرة الحشمه.